اعمل ايه لما اولادي ما يسمعوش الكلام؟ افرضي بقى انت جربتي الحاجات اللي فاتت اللي احنا قلناها دي، جربتي الاسئله والاختيارات والاتفاقات، وبرده لقيتي ابنك ما بيسمعش الكلام، نعمل ايه ساعتها؟ اهم حاجه لازم تبقي عارفه ان انت ما فيش معاكي عصايه سحريه، انت ما عندكيش كتيب الاجابات شايلاه وحافظاه. انت احنا بنربي اولادنا، بندخل في الاول مع اولادنا احنا مش عارفين ايه المشاكل اللي هتحصل، وكل ما الاولاد يكبروا المشاكل دي بتتغير، وكل ما المشاكل بتتغير كل ما احنا بنتعلم حاجات جديده. عشان كده احنا بنبدا رحله التربيه واحنا عندنا مهارات محدوده، وعلى بال ما اولادنا يكبروا تبقى مهاراتنا بتزيد. والدليل على كده لما انت بتاخدي اولادك وتروحي لمامتك وتلاقي اولادك عملوا حاجه غلط، تلاقي ماما لسه عندها الصبر والهدوء، وتلاقيها تقول لك ايه بالراحه، هما لسه صغيرين، هما لسه مش عارفين، هما بيتعلموا، كلميهم بالراحة، اشرح لهم بشويش، بلاش تزعق لهم. انت ساعتها بتقولي لماما يا سلام، يعني يا ماما ما كنتيش بتعملي معنا كده واحنا صغيرين، ما احنا ياما تزعق لنا وياما تضربنا وياما تعاقبنا وياما تحبسنا، ما كنتش بتعملي كده ليه واحنا صغيرين؟ مامتك تقول ما كنتش عارفة، لكن دلوقتي خلاص انا عرفت وديكوا كبرتوا وبقيتوا كويسين، وخلاص انا دلوقتي بقى بالي اطول شوية. انت كمان هيحصل لك نفس الكلام، بس مش النهاردة، برضه هيحصل بعد 20-25 سنة. خدي وقتك، هي رحلة طويلة بتمري بمراحل، لازم انت محتاجة تمري بمرة كنت مش عارفة تعملي ايه، لازم تغلطي وانت تفكري اصلح الغلطة دي ازاي، فانت محتاجة الوقت ده عشان تتدربي وتكتسبي المهارات دي. لما تقولي لابنك يعمل حاجة وما يرضاش ومش عارفة تعملي ايه دلوقتي، خدي وقتك وفكري، انسحبي بشياكة كده، وايه طب انا هشرب ميه، طب انا هدخل حمام، هعمل كوبايه شاي، هطلع البلكونه انشر الغسيل، اتحججي باي حاجه وانسحبي من الموقف. خدي الدقيقتين ثلاثه دول، لما هتطلعي من الموقف هتعرفي ازاي تفكري. واسالي نفسك يا ترى المشكله فين؟ يا ترى المشكله في الطلب ولا في الوقت ولا في الطريقه؟ وفرضي انك انت خدتي الدقيقتين ثلاثه وما لقيتيش اجابه الثلاث اسئله دول، يبقى انت محتاجه وقت اكتر. يبقى تأجلي الكلام في الموقف كله، تقولي خلاص هنحل المشكلة دي بعدين بعد العشاء، أنا دلوقتي مش قادرة أتكلم في الموضوع ده، هتكلم فيه بعدين لما أبقى جاهزة. خدي يوم اتنين تلاتة، فكري لوحدك، اسألي حد، خدي وقتك، لما تلاقي نفسك جاهزة وعندك الإجابات وبقى عندك خطة وعارفة هتدخلي تقولي إيه، فلو رد عليا هقوله كذا، فأما أنا رد عليه أقوله كذا، يوم هو يرد عليا يقولي كذا، ساعتها يبقى أنت داخلة جاهزة، عارفة أنت هتعملي إيه، وجاهزة بكل إجاباتك وكل البدائل بتاعتك. طيب تعالوا نشوف كده، لو كل حاجة من دول خدت الإجابة الغير متوقعة أتصرف فيها إزاي؟ يعني مثلا دخلتي الأوضة ولقيتي اللعب بتاعت ابنك على الأرض، فروحتي سألتي السؤال هي اللعب دي مكانها فين؟ راح قالك مكانها الأرض، أو قالك مش عارف، ساعتها أنت عارفة كويس قوي إنه هو عارف، ساعتها تقولي أنا بتكلم بجد، هي اللعب مكانها فين؟ اسألي نفس السؤال بس بجد، هو ساعتها على طول هيفهم ان الموضوع بجد، وهيعرف انك عارفه انه عارف، فمش هيعرف يلف ويدور معاكي كتير. ساعات ابنك لما تقولي له السؤال ده تاني وتكرريه، تقولي له انا بتكلم بجد، هي اللعبه دي مكانها فين؟ ممكن يقولك بس انا لسه عايزه العب، بس انا يا ماما مش عايز دلوقتي اكل. هنا بقى يدخل التعاطف، اول ما يعبر عن شعوره ويعبر ايه السبب اللي مخليه مش عايز يعمل اللي انت قلتي له عليه، هنا يدخل التعاطف. فتقولي له حاجه زي انا عارفه حبيبي ان انت اكيد تحب تلعب اكتر من انك تقوم دلوقتي تحل الواجب او تتعشى، اللعبه فعلا حاجه ممتعه، انا كنت اتمنى لو كنت اقدر اسيبك تلعب زي ما انت عايز وما اقولكش ابدا لم اللعب، بس اقولك على حاجه، تيجي نلعب واحنا بنلم اللعب، ايه رايك نلعب استغمايه مع اللعب؟ انا هغمض عيني وهعد لحد 20 وانت تخلي اللعب يدخلوا يستخبوا في الادراج وفي العلب بتاعتهم، ايه رايك؟ وتكملي معاه تخليه يلم اللعب، هو محتاج يلعب، فطولي اللعب شويه لكن جوه اللي انت عايزاه. ده تعاطف، ده بيخلينا نفهم ولادنا محتاجين ايه، وبيخليهم هم يحسوا ان احنا كمان فاهمين ومقدرين، المره الجايه بيبقى عندهم استعداد اكتر ان هم يتعاملوا معانا. الحاجه الثانيه، الاختيارات اللي كنا قلنا عليها، افرضي مثلا انت قلتي لابنك باقي 5 دقايق من وقت التلفزيون، انت هتطفيه ولا انا، يعني انت هتفتكر ولا انا افكرك؟ قام قال لك ايه انا مش هطفيه، ساعتها تقولي له انت هتختار ولا انا اختار مين اللي يطفيه؟ قال لك لا يا ماما بس انا عايزه اتفرج على الكرتون، تقومي تقولي له هتطفيه ولا انا هطفيه؟ نفس الاختيار، بس المره دي التون صوتك جد شويه والنبره هاديه ولكن قويه، مش هتطفيه ولا هطفيه، هتطفيه ولا انا هطفيه. الكلام لما بيبقى ابطا واوطى
وفي تتكي كده على الحروف شوية، بيحس ان هنا واقف قدام حد ما بيهزرش ويعني ما يقول. وارد قوي ساعتها انك تبص تلاقي ابنك عيط اتضايق قال لك خلاص يبقى انا مش هاكل، انت مثلا طفيتي التلفزيون هو رفض يختار فانت طفيتي التلفزيون في الاخر، فقال لك خلاص يبقى انا مش عايز اتعشى. انت تقولي له حبيبي قومي اتعشى. لا مش عايز اتعشى. قدامك حاجه من الاثنين، يا تفضلي تحايلي وتسايسي قوم عشان خاطري، عشان خاطري قوم، يا اما هتقولي له ان شاء الله عنك ما اكلت خلاص مش عايز تاكل ما تاكلش. طب ما تيجي نعمل حاجه ثانيه، ايه رايك ندخل المرح بقى هنا وتقولي له ايه، عارف لو ما قمتش اتعشيت معنى كده ان انت زعلان مني، معنى كده هيبقى في بيننا حرب، هيبقى بيننا حرب المخدات وحرب الزغزغه، وعارف مين اللي هيكسب طبعا. تفتكري مش هيقوم يلعب معاكي؟ هيقوم وهتلعبوا وتزغزغيه وتحدفوا المخدات على بعض، وبعد شويه تقولوا ايه يلا بينا نقوم نتعشى، وهعدي الموقف بصحوبيه وبسلام من غير كل المقاومه دي. اما بالنسبه للاتفاقات اللي تخص المراهقين، فلما تكوني متفقه مع ابنك على اتفاق وهو هو هو اقترح بنوده واتفق عليه وحددت كل حاجه، وبعدين تيجي تتفاجئ ان هو مش راضي يلتزم بالاتفاق. اتفقتوا مثلا ان هو لازم يرتب اوضته قبل ما يخرج مع صحابه يوم الخميس، دخلتي الاوضه قبل ما يدخل قبل ما يخرج وقلتي له احنا اتفقنا على ايه، الاوضه مش مترتبه ليه؟ يما يقول لك ايه لا ماما لازم انزل صحابي مستنيني. مش هتقولي حاجه غير واحنا اتفقنا على ايه، يا ماما انا مستعجل، واحنا اتفقنا على ايه، ياه. وهيمشي، وارد قوي يرزع الباب، وارد قوي برطم، وارد يقول حاجه تقرف، وارد يقول انا مش عارف انت بتعملي كده معايا ليه. اعملي نفسك مش سامعه خالص، لان موضوعك دلوقتي انه يرتب الاوضه قبل ما ينزل، مش موضوعك دلوقتي انه بيرد عليك. ده انت بالعكس لو راح رتب الاوضه وهو بيرزع وبيخبط وبيبرطم ومتنرفز كده، انت تقولي له شكرا وسيبيه ينزل. وبعدين بعد ما يرجع هو هيبقى اهدى وانت هتبقي اهدى، وتقولي له واضح ان الاتفاق اللي كنا اتفقنا عليه مش مناسب ليك قوي، تحب نقعد ونتكلم فيه تاني، ممكن نعدله لو انت حبيت. منتهى الديمقراطيه الحقيقه، لان الغرض هنا مش انك انت تثبتي ان انت صح وهو غلط، لا هو الغرض انكم توصلوا لاتفاق يخليه يعمل اللي انت عايزاه بسلام. طبعا معظم الامهات ترد عليا وتقول الحاجات دي عايزه وقت وعايزه طول بال، والكلام ده ساعات بيحصل الصبح قبل نزول المدرسه وبيبقى في الواجبات وبيبقى عندنا تدريب. هسالك نفس السؤال، طب والحاجات اللي الطرق اللي بتستخدميها دلوقتي بتستهلك وقت ولا ما بتستهلكش وقت؟ وهسالك سؤال تاني، طيب والعلاقه بينك وبين ابنك دلوقتي شكلها ايه؟ احنا ربنا ادينا اولادنا نعمه نستمتع بيها، اللي احنا بنعمله ده بيحرمنا من المتعه دي. بالعكس بتلاقي نفسك بعد ما الولاد يناموا تقول الحمد لله دخلوا ناموا. طب ايه رايك تبقى العلاقه حلوه بحيث ان هم حتى لما تدخليهم يناموا تقعدي انت حاسه ان مستريحه انا قمت بدوري، وتقعدي تستمتعي بوقتك لوحدك وانت حاسه انك سعيده ومبسوطه بالعلاقه اللي بينك وبين ابنك. فكروا.